الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب مش المغرب مغرب رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا نصفه أو انقص منه قليلا
كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخرجاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. بارك الله لكم أبناءنا في قراءتكم، ونشكر اللجنة المشرفة على التلقين. بعد قبل إعطاء النتائج تنطلب من اللجنة أحد من الإخوان يعطينا الرأي ديالو في الأصوات والأطفال اللي قرأوا دابا. رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأبناء، قررت لجنة التحكيم أن جل الأبناء بل كل الأبناء كانوا في مستوى رائع، ما شاء الله عليكم، نسأل الله أن يحفظكم. وكان لابد من اللجنة أن تختار 5 كما يعني هو مطلوب من اللجنة، وهؤلاء 5 اللجنة كانت تركز على القواعد وعلى الأداء على الصوت. يعني ربما كاين اللي قرب القواعد ما شاء الله ولكن ما توفقش في الصوت، فاللجنة كانت تختار الصوت مع القواعد والضبط. فالحمد لله كلكم قريتوا مزيان، واللجنة الحمد لله كتشكركم كلكم، ولهذا ودي هذه هي المسابقة. فالحمد لله انتم شاركتم، والحمد لله يعني ان اول شيء أن ما فيكمش الخلعة، ما تخلعتوا ما والو، قريتوا ما شاء الله الله يبارك. فالله يوفقكم وليداتي ويعاونكم ويسهل لكم أموركم. فاللجنة غتختار 5 ديال الوليدات، وإن شاء الله كذلك الأستاذ اللي في اللجنة قال لكم خاصكم تجتهدوا باش إن شاء الله المسابقة الجاية تكونوا في مستوى أكثر من هذا المستوى إن شاء الله وأحسن. إذن اجتهدوا وليداتي وحاولوا قراوا إن شاء الله. تقصونا في المسابقة وتمشيو صافي تنحسوا ما تقدروا والو تقولوا ما كنجيبوا والو، لا اجتهدوا إن شاء الله. إن شاء الله. كيجتهد غادي يوصل الخير باقي لكم إن شاء الله. والحمد لله انهم كيقراوا بطلاقه وما شاء الله. الله يرضي عليكم والله يوفقكم جميعا، ونسال الله يوفقكم المره الجايه ان شاء الله. يعني كتقراوا في المدارس، كتقراوا في التعليم، اجتهدوا في الدروس ديالكم مزيان، وركزوا دائما ركزوا على المات والفيزيك والسيونس والفرنسي والانجلي. الله يرضي عليكم، هذه المواد العلميه مزيانه واللغات اللسانيه، وزائد على القران الحمد لله. نسأل الله يوفقكم وليتي. إذا إن شاء الله اللجنة مستعدة إن شاء الله تعلم على ياك أستاذ؟ مستعدين باش تعلم على النتائج؟ طبعا طبعا. على من حين هاد النتائج، واللي صراحة حنا واخا ماشي أصحاب الاختصاص وكمستمعين صراحة تمتعنا بهاد الأصوات هادو، وحنا براسنا حيرنا بالاصوات اللي ممكن تختار اللجنه. وكيف قال لكم بان الاصوات ديالكم الحمد لله كلها كانت مزيانه. ربما كان الفرق في شي اشياء اللي هي بسيطه اللي هم اصحاب الاختصاص اللي اكدوا عليها. وبالنسبه للوليدات اللي دازوا المرحله النهائيه، كاين طفل امجد عميمي، كاين الطفلة لينا الجعواني، كاين الطفل معاذ النوازي، طفل حمزة عميمي،
الطفل يوسف صالح. وكيف قلت لكم بان اللجنه في حنا كلجنه في الاول كنا اختارنا ان يكونوا غير 5 ديال المتاهلين. الاساتذه الكرام نظرا للصعوبه ديال اختيار الاصوات لقينا ان هناك صوت ما خاصو جدي وخاصو يدوز حتى هو للدور المقبل وتعطى فرصه انه يشارك في النهايه وهي الطفله هاجر تارك. اذا المطلوب من هاد الوليدات هادو انهم غادي تعطاهم قراءه ثانيه وهي اللي ان شاء الله ممكن غادي نعلنوا فيها على النتيجه النهائيه وفائز بهاد الدوره هذه ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عينا جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسفت وإلى الأرض كيف سطحت. عاملة ناصبة. عاودها. عاملة ناصبة. ليس لهم طعام. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام. ابقى جوي ابقى. ليس لهم طعام إلا من ضريع. أولي هذيك الميم تما هذيك خاصك تبينها. ليس لهم طعام ماشي تقول لهم طعام صافي هذيك ما كاينش إخفاء تما ولا شيء كاين تما ميم باينة سكون ياك. ليس لهم طعام. ليس لهم طعام إلا من ضريع. زيد. لا يسمن ولا يغني من جوع. زياد عاود فيها. فيها عين. فيها عين جارية. زياد وزراب. وزرابي مبثوثة. أولي كاينة تما واحد
الشدة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة. عودوا بالجبال وإلى وإلى ينظرون إلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رفعت وإلى الجبال كيف رفعت كيف نصبت نصبت صحيح. يلا نبدأ زين. تسابق الطفلة الثانية لينا جعوان. وأكيد كيدا.
المتسابق الثالث هو الطفل معاذ نوسف. وتخرج مع النفس مما مما خلق. ها شتي مما خلق ما تقولش لك صافي هذاك حفظتي مما خلق صافي الله يرضى عليك. ولا انا ولا ناصر ولا ناصر الصاد مفخمه تما وقع عندك كسر ولا ناصر والراء موقعه حولها ولا ناصر زين ما رضي عنك يا الله الله يرضي عنك ما شاء الله أعقل على هذا صافي يا الله المتسابق. المتسابقة الثانية هجر تامر.